توتر جديد مع روسيا أشعله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس سلوتنبرغ، حيث قال إن الحلف يجري محادثات لنشر مزيد من الأسلحة النووية وإخراجها من المستودعات ووضعها في حالة الاستعداد لمواجهة الخطر الروسي. الكرملين رد على تلك التصريحات، حيث قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن مثل هذه التصريحات تعتبر تصعيداً وتتناقض مع مخرجات بيان مؤتمر أوكرانيا. للحديث في هذا الملف ينضم إلينا من موسكو الكاتب والباحث السياسي أندري مورتازين، أهلا بك معنا. وأيضا ينضم إلينا من باريس أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس خطار أبو دياب، مساء الخير وأهلا بك معنا أستاذ خطار. أبدأ من لديك أستاذ أندري، كيف ستتعامل اليوم برأيك وبشكل أو بآخر كيف تقرأ تصريحات أمين حلف الناتو؟ هل تندرج في إطار اليوم في إطار لربما نشر الأسلحة النووية بشكل أو بآخر؟ بلا شك واضح تماما أن الولايات المتحدة وإدارة جو بايدن لم تتخلى عن الفكرة الحق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا، وأقوال يانس ستولتنبرغ تدل على ذلك. ومن العجيب أن هذه التصريحات ألقيت اليوم التالي بعد ما يسمى بمؤتمر السلام في سويسرا. يعني هذا كان مؤتمر الهدف منها كان ليس السلام، فإنما تشكيل الجبهة الموحدة بين الدول الغربية الموالية للولايات المتحدة ودول الدول الجنوب العالمية، أي الدول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. يعني هذه الفكرة فشلت، وأكثر من 10 دول امتنعت عن توقيع البيان الختامي، وبما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن والعراق وبحرين. هذا واضح، يعني الكثير من الدول ما يسمى بدول الجنوب العالمي لا تريد الانضمام إلى الجبهة المعادية لروسيا، هذه الدول تريد أن تكون محايدة، وهذا شيء عجيب. أما يانس ستولتنبرغ هذا ليس شيء عجيب، هو المتحدث باسم حلف ناتو. طبعا هذا الرجل ليس صاحب القرار، صاحب القرار إدارة جو بايدن، وجميع قرارات لحلف ناتو هي قرارات لإدارة بايدن بلا أكثر من ذلك. هل يمكن أن يخرج الملف من نطاق التصريح إلى نطاق التطبيق بالنسبة إلى روسيا برأيك؟ بالنسبة لروسيا نحن نعود إلى 50 سنة إلى الوراء، إلى أواسط السبعينات عندما كان سباق التسلح. أنا أتذكر هذا الأوان، وكان هناك الصواريخ النووية التي قد نشرت في أوروبا الغربية، والصواريخ النووية نشرت في الاتحاد السوفيتي بالقرب من الحدود، وبعد ذلك في ألمانيا الاشتراكية. وطبعا حتى أواسط الثمانينات عندما التقى رونالد ريغان وميخائيل غورباتشوف، هم وقعوا الاتفاقية الحد من الأسلحة النووية، وقبل ذلك كانت تزداد حدة التوتر، والآن نحن نعود إلى هذه الحالة. للأسف الشديد هذا لن يؤدي للسلام إطلاقا، أما تصعيد. روسيا ترى هذا الحالة كمحاولة الضغط على بوتين، محاولة تخلى عن مواصلة العملية العسكرية الخاصة وتنفيذ الأهداف المعلنة في هذه العملية العسكرية. طبعا بوتين لن يتخلى، هذا واضح، وسنرى ماذا سيحدث في الولايات المتحدة في نوفمبر بعد الانتخابات في الولايات المتحدة. تمام. طيب أستاذ خطار، كيف تقرأ تصريحات أمين عام حلف الناتو؟ هل تندرج برأيك في نطاق التهديد والحرب الكلامية، أم أنها فعلا ستكون واقعية في المستقبل القريب؟ أحييك وأحيي الفريق العامل في قيادتكم والمحاور الكريم، كل من
يتابعونا ويشاهدنا. أنا أدرج نعم تصريح شخص سيترك قريبا موقعه، وهو كان يتكلم أمام معهد ويلسون المتحدة الأمريكية، أدرجه في سياق المكان الذي يتكلم منه، وهو هذا أيضا الاستمرار يعني بالضبط الولايات المتحدة الغرب منخرطين في هذه المواجهة في أوكرانيا. ولكن أول من تطرق للسلاح النووي كان الجانب الروسي من خلال كلام خاصة نائب مجلس الأمن القومي الروسي السابق السيد، كرر ذلك الآن الغرب يقول وأيضا وأنه مقابل أي هو مستعد، ولكن هل هذا يعني استاذ خطار يعني مضطر لمقاطعتك لأن الصوت يعني غير واضح البتة، فسنعود الاتصال بك، وإلى حين جهوزية الاتصال أعود لك من جديد أستاذ أندري. هناك مبادرة روسية عرضها الرئيس بوتين قبل يومين، هذه المبادرة لم تلقى موافقة أوكرانية أو حتى غربية، برأيك ما هي الخطوات اللاحقة على مستوى الدبلوماسية بعد رفض هذه المبادرة؟ على مستوى الدبلوماسي انا لا اتوقع اي خطوات، لان الان الدول الغربيه لا غير قابله على التنازلات. الرئيس زيلينسكي رئيس قد انتهت صلاحياته الرئاسيه، فلاديمير زيلينسكي لا اكثر من دميه في ايدي واشنطن، وطبعا هو رجل مفيد جدا لانه شرط بقاء في السلطة ومواصلة الحرب ضد روسيا، هذا شيء واضح. الجهود الدبلوماسية قد فشلت، أنا لا أرى الآن الإمكانيات الدبلوماسية في ظروف الراهنة. يمكن بعد رحيل إدارة جو بايدن سيتغير الشيء، ربما لا، أعتقد سيتغير، لأن لا أظن أن دونالد ترامب سيريد مواصلة نفس النهج. أما جو بايدن هو مصمم الأوكرانية المعاصرة، وطبعا هو عمل نفس الشيء ما كان يعمل قبل 10 سنوات، وهو وفيكتوريا نولاند كانوا مصممي الانقلاب في كييف وإسقاط نظام الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش ووصول القوى الموالية للولايات المتحدة في أوكرانيا. هذا واضح، ليس الآن الحل الدبلوماسي. أنا شخصيا لا أرى الحل، أنا أرى التصعيد في الميدان ولا أكثر من ذلك، حتى رحيل إدارة جو بايدن. أي جهود دبلوماسية التي تبذلها دول المحايدة ستقطع من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هذا واضح. طب أيا كانت الإدارة، ألا ترى بأن موسكو ستتنازل عن الشروط الأربعة التي وضعتها؟ أعتقد روسيا لن تتنازل، بالعكس في حالة مواصلة الحرب والاستيلاء على أراضي أخرى ستصبح الشروط أكثر القسوة. الآن الشروط الحالية هي روسيا تطلب المناطق الأربع، دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون، و قبل سنتين روسيا كانت مستعدة على بقاء هذه الأراضي في أيدي أوكرانيا، وكانت تطلب شبه جزيرة القرم، لأن هناك قاعدة سيفاستوبول، القاعدة الأسطول للبحر الأسود. لأن سبب هذا الحرب هو السيطرة على هذه القاعدة العسكرية التي أرادت الولايات المتحدة أن تحول إلى قاعدة حلف ناتو وطرد سفن روسية، هذا كان واضحا، وهذا كان السبب الرئيسي أسباب هذه الحرب. طبعا بوتين لن يتخلى ولن يتنازل، انا لا اتصور. نعم وصلت الفكره. طيب عاد الاتصال مجددا بالاستاذ خطار، اهلا بك مجددا. الان ما الخطط الاوروبيه او حتى من حلف الناتو لمواجهه اي اجراء او اي موقف حازم من قبل موسكو ردا على نوايا الناتو؟ بالفعل لا اتوقع الان
أن تقوم موسكو بإجراءات معينة، سنبقى في إطار التهديدات الكلامية. اليوم أمين عام حلف شمال الأطلسي لم يصعد فقط على صعيد إمكانية نشر المزيد من الأسلحة النووية، بل هاجم الصين وطلب من الصين وقف مساعدة أوكرانيا. كل هذا وكأن أمين عام حلف شمال الأطلسي يريد إبراز عدم قدرة الحلف على القيام بما هو مطلوب منه بالنسبة لدعم أوكرانيا. أعتقد أن الخطط الأمريكية هي من أجل يعني ترك هذه الحرب حرب استنزاف وحرب تنهك روسيا، وروسيا مصرة كما كان يقول محاورنا على موضوع المناطق الأربع. زيلينسكي كان مصرا على استعادة أراضيه. أظن أن كل الحد الأقصى غير ممكن من قبل الطرفين، ومن هنا صعوبة التفاوض، صعوبة التفاوض حتى ما بعد الانتخابات الأمريكية. أي يمكن أن نصل في لحظة معينة بعد كل الانهاك الذي عانته روسيا وأوكرانيا أن نصل إلى مسألة تجميد خطوط القتال، وهذا سيكون لصالح روسيا، سيكون نصف انتصار لروسيا. المسألة ليست بهذه السهولة، لأن الساحة الأوكرانية جرى تحويلها إلى ساحة اشتباك مباشر ضمن أهم اشتباكات إعادة تشكيل النظام الدولي. طيب، إذا ما نظرنا إلى بيان قمة أوكرانيا، هذه القمة التي انعقدت في سويسرا، كان هناك توصية عن أهمية بدء محادثات سلام. كيف ننظر إلى هذا الفرق بالتعامل بين القمة وبين مساعي الناتو النووية؟ أعتقد أن كلام ستولتنبرغ هو خارج عن الخط. أعتقد أنه تصعيدي وليس له مبرر، وكما قلت هو سيذهب قريبا، ستنتهي ولايته، هو فقط من أجل تسجيل المواقف. عمليا أظن حتى الرئيس بوتين، وبالرغم من السقف العالي لما يطرحه، أخذ يدرك أن هكذا صراع لابد أن ينتهي بتفاوض. ربما هو لا يفضل أن يكون زيلينسكي في التفاوض والعكس صحيح، لكن في نهاية المطاف سنبقى بشكل أو بآخر أمام مراوحة في المكان من الآن إلى الانتخابات الأمريكية. بعد ذلك حسب القادم إلى البيت الأبيض، إن كان سيعود بايدن أو سيأتي ترامب، سنرى كيف يتطور الوضع في أوكرانيا. حتى اللحظة من دون العودة لحوار مباشر أوروبي روسي أمريكي روسي، من الصعب جدا حل الوضع في أوكرانيا. لا بد من حلحلة معينة من قبل الطرفين. أعتقد ليس هناك من إقرار بذلك علنيا، لكن ضمنيا أخذت تسود قناعة بأنه لا بد في العام 2024 من الجلوس إلى طاولة التفاوض. طيب أستاذ أندري، أعود إليك. هناك تباحث أوكراني صيني تحدث عنه الرئيس زيلينسكي، يقول فيه بأنه بكين لن ترسل أسلحة لموسكو. برأيك ما مدى تأثير ذلك على علاقات روسيا والصين؟ بلا شك علاقات روسيا بين روسيا والصين هي علاقات الشراكة الاستراتيجية، وبالرغم من ذلك ليس لدينا شراكة عسكرية. روسيا وبكين تتعاملان تتعاونان كدولتان عظيمتين من ناحية الاقتصادية، وهناك التعاون الاقتصادي والسياسي بالدرجة الأولى، ليس هناك التحالف العسكري. المشكلة هي محاولة الإدارة الأمريكية أن تحافظ على الهيمنة على العالم كامل. يعني حلف الناتو أسس في 49 قبل 80 سنة، وكان يدور الكلام عن الدفاع عن دول في المحيط الأطلسي. في 91 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي توسع حلف الناتو إلى حدود روسيا، وفي نفس الوقت كانوا يتكلمون عن العدوان الروسي، بالرغم من أن الناتو كان يتوسع من الغرب إلى الشرق. الآن حلف الناتو تريد أن تسيطر على المحيط الهادي،
جنوب شرق آسيا. هذا شيء مضحك. هذا سعي إدارة بايدن مواصلة محافظة على الهيمنة على العالم كله. هذه الأوان قد انتهت، والكثير من الدول مثل الصين، مثل الهند، ومثل تركيا، مثل المملكة العربية السعودية، الكثير من الدول، هناك الآن كثير من مراكز القوة في العالم والأقطاب المختلفة، الأقطاب المتعددة، ولديها النفوذ والقوة، وهذه الدول تريد أن تلعب دور الخاص بها ولا تريد أن تطبع للهيمنة الأمريكية. هذه المشكلة الرئيسية. أما الولايات المتحدة لم تدرك هذا الحقيقة، أن العالم تغير منذ 50 سنة الباقية. جو بايدن لم يدرك ذلك. نعم. هذه هي المشكلة، محاولة السيطرة ومحاولة الحفاظ على الهيمنة على العالم كله. أشكر جدك معنا. بوتين قال لا وصارت الحرب. نعم، أشكر جدك معنا من موسكو الكاتب والباحث السياسي أندري مرتزين. أهلا، شكرا جزيلا لك. ومن باريس كنت معنا أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس خطار أبو دياب، شكرا جزيلا لكما.